معكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من ما أطيب الرب، ودايما عبر التالي نيار وفضائيتها نورسات. عنوان لقائنا تأديب الكلمة. يظن الكثيرون أن الخبز هو حاجتهم الوحيدة لإشباع جوعهم، أما الرب يسوع فقال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إذن كي نحيا لفي حاجة نحن إلى كلمة الله التي وحدها الحق، والكتاب المقدس كونه كلمة الإله الواحد الحق، فعليه نبني حياتنا بدون خوف من الفشل. هي ليست مجرد كلمة، بل هي الحق، والحق حق لا نقدر أن نغيره أو نبدله، فإما أن نقبله أو نرفضه. ها هو هو الأمس واليوم وإلى الأبد، وكلمته ثابتة إلى الأبد. وباتباع كلمة الله نسير نحن في طريق واضح يشع بالنور. إذن تقبل الكلمة وأعطها السلطان على حياتك، وستقوم هي بتعديل ذهنك وتصويب تفكيرك مطابقة للكلمة، وعندها ستحصد الغلال الكثيرة في حياتك. اخضع لها، لأنها هي أداة الله التي بها يوجهك ويعلمك ويهذبك ويتلمذك. أعطها حق الصدارة في أيام حياتك، واخضع لها، وتقبل تأديب أبيك السماوي، واشكره لأن تأديب الأرض مهما اشتد لن يوازي العقاب الأبدي. برمروان الله معك. الله معك. كيفك؟ الحمد لله. برمروان، نحن ما زلنا متابعين بموضوع الكلمة اللي ما قدرنا كفيني الأسبوع الماضي. رح نفوت بالموضوع انطلاقا من أنه اللي بيجهل شو بتقوله الكلمة، كلمة الله، ما رح يلاقي شيء يآمن فيه، صح؟ لا. يعني احنا تنؤمن بالله لازم نؤمن بالكلمة ونعرفها، صح؟ نعم. قلت شغلي أنه العالم بالبداية المقدمة، العالم ليس بحاجة إلى الخبز ليسد جوعه، إنما إلى كلمة بتسد له قلقه وبتلغي له خوفه وبتنور له دربه، وبذات الوقت بتشبع له قلبه وفكره وعقله. لأنه متى صفى الذهن وراق القلب وهدي، الجوع بصير سنوي وتحصيل حاصل يعني. لكن مع أطيب المآكل كان في قلق بحياة الإنسان، كل شيء مبعوث حلو بصير بشع. ما في شيء بيشيله لهالقلق إلا وضوح فكر الله فينا. لما بتوضح فكرة الله بداخلي، وهيدي اللي بتعمله الكلمة لما بسمعها أو لما بقراها، وضوح فكرة الله بتخلي كياني كله يرتعش، بتخلي كياني يفرح. بشوف هالإله كيف مركب الحياة وكيف كلها موجهة من أجل خدمة الإنسان، من أجل خيره ووصوله إلى أبدية سعيدة. لما بتتعرفي على كلمة الله أو بتقريها بتمعن وبتغوصي فيها، واللي بيخليك تغوصي فيها إلنا نحن مرة الماضي قدرة الروح القدس. كلمة الله بلا الروح القدس ما بتفوت، ما بتنفهم، بتصير كلمة بتزيد للقلق وبتزيد المشاكل تعقيد. بدأ الروح القدس يفسر بعضها، وأكثر من تفسيرها أهمية كلمة الله لما الروح القدس بيربطها بأحداث أليمة عم بقطع فيها أو بأحداث مصيرية. ساعتها كلمة الله بتجي وبتربط مصيري بمصير الله، وبشوف أنه أنا مني بالصدفة، والحوادث اللي عم بقطع فيها هناك إله سهران علي سيحول كل شيء لخيري. الكلمة مشان هيك إلها كتير مفاعيل بحياتنا، لكن هيهات من يغتني فيها ويرضى أن يسمع في الليلة. رح أنطلق بير لكل حدا عنده شك أو عدم ثقة بكلمة الله أو بالكتاب المقدس. نذكر شو قال مربولوس لتلميذه تيموتاوس الفصل برسالته الثانية الفصل 3 الآية 14-17: وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنت عارفا ممن تعلمت، وتعلم أنك منذ حداثة سنك تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تجعلك حكيما لبلوغ الخلاص عن طريق الإيمان في المسيح يسوع. إن الكتاب بكل ما فيه قد أوحى به الله
وهو مفيد للتعليم والتوبيخ والتقويم وتهذيب الإنسان في البر، لكي يجعل إنسان الله مؤهلا تأهيلا كاملا ومجهزا لكل عمل صالح. خلينا هون أول شيء انتهاء آخر رسالة على رسول بولس وهو منتظر الموت، يقال أنه هي آخر رسالة لرفيقه تيموثاوس. بير مروان وقتها بيقول أثبت على ما تعلمته، يعني قديش كان بهذا الزمن كلمة الله أول شيء أنا عم بسمعها تثبت قراراتي وحياتي عليها، مش عم بسمعها تتفوت وتفل، ما أنا عم بسمعها تنسيها بعد ساعة، عم بسمعها تترسخ فيي وتتحول إلى قاعدة حياة. كتير مهم يكون في قاعدة مننطلق منها. فكم بالأحرى كانت هالقاعدة كلمة الله. بتشوفي ساعة اللي فعلا بتحطي كلمة الله بالاستشارة لكل قراراتك ومصيرك وحياتك اللي بتعيشيها. إذا فعلا يعني بأبسط الأمور بتاخدي كلمة الله وبتقريها وبتقولي يا رب الهمني على هالأمر كيف بدك إني أتصرف، على هالقرار كيف بياخده، على هالمشروع كيف بعمله أو ما بعمله. كلمة الله منخدها ومنثبت مشاريعنا وقراراتنا عليها. مشان هيك أثبت على ما تعلمت معناتها ما تثبت على غير هالكلمة، لأن كل شيء هو مزيف يقودك إلى الخطر، يقودك إلى هاوية. كل تعاليم البشر هي تعاليم ناتجة من عقل مضروب بخطية بتقودنا، يمكن منستلز. يعني نحن اليوم باللاهوت مندرس كل الطيارات الفلسفية، الطيارات الملحدة والطيارات العلمانية والطيارات الروحية الروحانية، كل الطيارات بندرسهم ما في. لكن بالأول قبل ما يفوتني هالأستاذ يعلمني الطيارات بيعلمني وبيثبتني على كلمة الله، على قاعدة يسوع أو قاعدة الإنجيل، ومنه بيطلقني اتعرف على بقية الطيارات. بس عم بنطلق من شيء ثابت بحياتي اسمه يسوع المسيح وكلامه، وساعتها على ضوء كلمة الله بشوف هالطيارات والعيوب الموجودة فيها وبنقض، بقول هذا طيار خطر، هذا طيار أرضي، هذا طيار روحي. ساعتها كل ما علم في الدنيا على ضوء كلام الله بتصير تكتشفي ما هو مخبى في عيوب وخطر بتعاليم، أو ممكن يكون مفيد. بس كلمة الله بتعطيك النور للتمييز. بير مروان واضح كلامه لتيموثاوس انه بدل قديش كان محاصر بالمعلمين الكذبة. يعني يقال انه كنيسة افسس كانت عندها مشكلة كبيرة مع التعليم الكاذب. قديش تواجهوا التلاميذ مع التعليم الضالين بعدنا لليوم، يعني هذا الكلام موجه لنا لليوم. اثبت على ما تعلمته، يعني باختباري انا كأبونا ما في مرة منروح منلقي محاضرة وبيكون فيها تنوع من الناس. هين كتير نحكي كلمة الله بقلب أخوية مبرمجة على الإنجيل ويسوع، هون ما بتلاقي ممانعة أو ما بتلاقي هجوم أو انتقاد لادع أو ما بتلاقي أسئلة مشككة. ومش غلط يعني نلاقيهم هون، بس إنه تعلمنا نحن نلقي كلمة الله لأشخاص دجا سبتوا على الله وصار بقى بدهم إلا يسمعوا. لكن الأصعب أنك تروحي عند غير شعوب، عند غير أفكار، عند غير طيارات وتلقي كلمة الله وتشوفي هوني كيف بيفوع الشر بوجهك وكيف بلش الانتقادات الجارحة. وهذه نحن منلاحظها أوقات. ساعة مرة أنا دعيت إلى إحدى الجامعات تحت لأعطي محاضرة عن ماهية الشر. شو معنى؟ لأنه كان بهالجامعة عم بصير بعض الأساتذة يعني بيتدخلوا بالقصص الدينية وبيقولوا إنه الشر هذا من الخرافات. دعيوني تحت لروح تالي جمعوا الأساتذة يلي عندهم فكر شبه ملحد، شبه إلحادي، جمعوا بهالمحاضرة وأنا عم بلقي المحاضرة للتلاميذ كانت، وكان في حضور لا بأس يعني فيه. ما خلصت المحاضرة إلا ونزل علي وابل من الكلام اللادع، الكلام القاسي اللي حسيت كأن في شيء بده يطفي هالكلمة.
ممنوع تحكي بهالأسلوب، ممنوع هذا الفكر يقطع، إنه أنت هون عم تدمر، أنت هون عم تضيع الشباب، هيك اتهمت يعني. وفعلا شفت بلا روح الله ما فيك تتواجه. وبعدين انتبهت على حالي إنه كلمة الله منا للجدل، مش تجادل فيها، لأنه اللي عم بيناقشني أوقات بدي أعرف أقرأ إنه بده أو يضيعني أو يفوتني بالجدلية، صير يجاوبني وبرد عليه، برد وبصير يجاوبني، يعني منصير ومنصير يعلى يعلى الدوز، آخر شيء نوصل إلى تضارب بالأفكار وصريخ وصوت عالي ونبرة. مشان هيك أنا قلت فكرتي لما بقولها هاي كلمة الله. لما الحدا بيناقشني أو بيقول لي أنت ما معك حق، بقول له هذا اختبارك، ما بدها هالقد. اليوم أنا هالكلمة اختبرتها وعطيتني أجوبة كتير واضحة وعطيتني فرح، واختبرتها بقرارات عملية كانت فعلا بالنسبة لي يقين أنه هاي الكلمة هي حقيقة. بتحب تختبر أهلا وسهلا، ما بتحب أنت حر. هون بيقول لك بيوحنا الرسالة الأولى الفصل 2، إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. يعني إحنا اليوم منغلب بالثبات بهالكلمة، بالثبات وبالبساطة من خلال التبشير فيها. لكن الرسل ما كانوا يعملوا مجهود تيثبتوا كلماتهم، كانوا يلقوا الكلمة. يعتبر يعني دايما الراعي أو المبشر الذي يلقي كلام الله هو بده يعرف أنا فقط ألقي البزار، ومن بعد ما هالبزار توقع مطلوب مني حضر القلوب تتلقيها واسقيها، وبعدين الله هو اللي بيخليها تفرخ. مش شغلتي أنا فوت أعمل نوع من الإقناع الجبري للأشخاص، مش هذا أسلوبه ليسوع. مشان هيك يسوع دايما كلمته هو بدق في عباب قلبي، القلب اللي بيفتح هالكلمة بتعبر، ما بيفتح هالكلمة بتروح وتنبش على غير قلوب. مشان هيك إلهنا إله محاور بكلمته، محاور بأفكاره، منه متسلط ولانه ديكتاتوري. وأنا اليوم ساعة اللي بدي أعتمد أسلوب يسوع بدي يكون فعلا إنسان محاور، بدي حاور. هو بيقلنا هلما نتحاجج مثلا، يعني خد وعطي. مظبوط، ويسوع كان يحاججوه بالهيكل اليهود وجوابهم وأفحمهم بمطارح كتير، بس انتبه بمطارح ما كان يلقي الكلمة. لما اجوا لعنده اليهود قالوا له قل لنا بأية قوة تفعل هذه الأعمال. عارف يسوع منهم عم يسألوا تيوصلوا على حقيقة يسوع أو تيوصلوا إلى الإيمان، هود ما جاوبون. ليك شو جاوبون؟ قالوا بدي أسألكم سؤال، وربنا بيعرف ما في القلوب. بدي أسألكم سؤال، معمودية يوحنا من مين بتقولوا كانت؟ إذا عم تسألوني أعمالي من مين وكيف، بدي أسألكم معمودية يوحنا من مين؟ ما هن اللي قتلوا يوحنا وشو فيه، وهن اللي حرضوا الناس تما تآمن فيه. قالوا لك إذا قلنا إنه مش من الله منخاف من الناس تقوم علينا، وإذا قلنا مش من الله بده يسألنا ليش ما آمنتوا فيه. قالوا له ما بنعرف، وقال لهم أنا كمان ما بقلكم. ما جاوب. معناتها كلمة الله بيقول عنا يسوع لا ترموا جواهركم أمام الخنازير، اسمعي، لئلا تدوسها وترتد عليكم فتمزقكم أربا. معناتها كلام الله لا يرمى وين ما كان، بتمزق الرسل، يعني بتمزقهم أربا، إيه؟ لأنها من المقدسات. مشان هيك كيف بتمزقهم؟ مش معناتها بتقتلهم، لا أكيد، بس مشان اليوم إذا خنزير كبيتي له جوهرة بيدعسها وبيهجم، أو بيهجم بيضرب اللي كبه، أو بيهجم على الزبالة تأكلها لأنه سعادته بالزبالة. كلمة الله شيء كتير مقدس. هون كيف بيتضرر روبرت؟ معلش السؤال. مشان هيك في بعض القلوب إذا أصريت تفوتي كلام الله بتلاقي كلمة الله بتنهين وكرامتك بتنجرح. مشان هيك بتلاقي مثل دياب كسرة هجمتي فيها. مش من هون بدنا نعرف نعمة التمييز لما بنحكي كلام الله، هل اللي عم يسمع
إذا كان فعلا عم بينبش على الحقيقة، إذا كان فعلا ضحية شر، أو إنسان خبيث مسكر قلبه وما بده إلا يلقطني بلحظة ضعف أو نقص حتى ينقض هالكلمة اللي عم قولها. هيدي مصير شهود يهوى مثلا، قدام شهود يهوى في كتير ناس بيتحمسوا بدنا نردهم لخمروا. شهود يهوى منو جاي لعندك، مشان هيك نحن بنقول ما تفتحوا البواب لإلهم، مش جاي تقنعوا. في ناس بيتحمسوا انه بدي استقبلهم وبدي اشوف كيف بدي شو عندهم حتى اعرف بدي يخيروا. لما بتستقبلهم لو كانوا فعلا ناس جاي عم بدقوا بابك تينبشوا معك على الحقيقه، استقبلهم واعطيهم كل وقتك. بس هو ناس منو جاي ينبشوا على الحقيقه، ناس جايين يطفوا الحقيقه اللي عندك ويفرضوا عليك افكارهم بطريقه كثير خبيثه. مشان هيك انا ما بنيش معه، بس اللي شهود يهوى قال له خي نهار اللي بتقرر تنبش معي على الحقيقه اهلا وسهلا فيك، رح تلاقي انسان هيك. كنت عم اقوله بالاول، كلمه الله منا تنجادل فيها، منا جدليه، يعني منا مثل ما كانوا قديمه بسوق عقاظ يجتمعوا الشعراء مين بيفخم الثاني، مين بيقول بيت شعر بسكت الثاني، أو لما كانت تجتمع الأفكار الفلسفية بوقتها بالساحات وتبلش تتضارب أي فكر هو اللي بيقدر يسيطر. مش هيدا يسوع. نعم. يسوع هو مثل النور، مثل الشمس، كل يوم بتلقي نور على كل البيوت وبتطلب من القلوب تنفتح لهالنور، تهالنور يفوت وينور الإنسان. لكن ما بيقدر النور يفوت عنوة، لأنه بيحترم هالحرية اللي الله خلقنا فيها، بيبقى الإنسان عايش بالعتمة، وكلمة الله يلي بدها تنور دربه نعم. ما سمح لها تفوت. تأكيد على النقطة اللي قلتها بير مروان بما يختص شهود يهوى، بيقول كمان القديس يوحنا برسالته الثانية الفصل 10، إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. يعني قال له ما تستقبلوه. فكرة بس بحس انه هذا شخص مخدوع ولازم احكي معه. مشان هيك لما بدي احكي مع حدا اترك الروح هو يحسسني، هالروح دايما هو بيقود خطواتنا، بحسسني انه هالشخص لازم احكيه او هالشخص امتنع عن الحكي. وهيدي فعلا كمان بنختبرها في اوقات بالسهرات الانجيلية، في اسئلة ما بعود رد عليها مش من باب كبرياء، لكن بحس انه هذا الشخص لا يستحق. لا مش بده يزركني، مش هم يزركني، منع تلين هم الزركي، لانه بالنسبه لي انا الحقيقه ما اقتنع فيها وما عندي مشكله اذا غيري ما قبلها. مش انه بيعمل لي ازمه بطلع كاني مكسور انه ما قدرت اقنعته، خلص انا دقيت الباب ما انفتح بنسحب. بيقول يسوع البيت الذي دخلتموه قولوا له سلام، ان رفض سلامكم خذوا اجركم وانهاروا. ما تعطيه سلام بالقوه، لان الهنا اله الحب والحريه، اله الديمقراطي. نعم. يلي بل كلامي له من يحكم عليه، فإن الكلمة التي قلتها رائع. هي تحكم عليه في اليوم الآخر. رائع رائع. هذه دائما بنقول، دائما الناس بيسألونا إنه الله بده يديني، يا خي الله ما راح يدينك، الكلمة اللي رفضتها هي اللي راح تدينك. سمعت ورفضت. كلامكم سيدينكم، أعمالكم ستدينكم، قراركم هو اللي راح يدينكم. يعني اليوم المثل البسيط، الجعان جبتي له أكل رفض يأكل، إذا مات قراره اللي أخده برفض الأكل هو اللي وصله إلى الموت، هو اللي وصله إلى الحكم. مش أنا حكمت عليه أنه أنت لازم تموت بجوع، أنا عرضت لك الأكل وأنت رفضته، قرارك بالرفض هو وصلك إلى
وبخوف وبحزن وبفراغ وكآبة، هونيك بأضعاف. ليه؟ مقبل. لأنه هون دايما في بذهني أنه في شيء معقول أقدر غيره. يعني من بعد الموت ما بقى في هذه موجودة. يتأمل الذهن عم بيشوف أنه أنا بورطة بمشكلة وما قادر بقى غيرها لأبد الأبدين. تأملي بحد ذاتها هيداش وجعها. وهذا القرار برجع بقول أنا أخدته، مش الله أخده علي، ولا الله قصصني فيه. كلمتي، قراري، تسكيرة قلبي هي اللي وصلتني لهون. دكتور مروان، يعني اليوم نحن وقت نقول ما بنعرف شو ناطرنا هونيك، ما من هون بنعرف نقدر ناخذ فكره شو ناطرنا هونيك. كون استمرار للحاله بنكون عايشين. مش بهالضياع الله لا حطه. اذا في اذا بدنا نقول جهنم، يعني رح يكون عنا اضعاف العذاب اللي هون، واذا كان في فرح مع الرب رح يكون اضعاف. انا مدعو من هون اختبر شو في هونيك. ما هيدا السؤال. من هون لازم بلش اوعى على حقيقة الأبدية، والله ما رح يترك علي مثل شيء مطمش أو ممنوع أعرفه، رح يعطيني كامل الفرص فوت ودوق. يعني بحياة ولا قد تعيس. ماشي، طلبت منها أول شيء تعترف وبعدين أصلي أنا وياها. خبرتني شو عندها اعتراف وأنت صليت خمس دقايق منا أكتر. بعد الصلاة قلت لي أبونا خي الشمس شو حلوة، لك عم شوف نورها، صارت تشوف، صليت يعني بتحسي نور الله فات. كانت تقلي بقولك مش الشمس شارقة، حس الدنيا على المغيب، ما حس في شيء له أفق، كله مسكر. قلت لي خي لك الهوا شو حلو عم بتنفس، نور الله فات. فتحناه لقلبها، وهالقلب هي ساهمت بقرارة من جوا انه تنفتح وقطع نور الله قطع. شو هيك كمان بقلنا بروما 2 على طول بتحسسنا فعلا ما اطيب الرب، يعني بيتاثر الواحد بدون ما لانه الاختبار اللي منعيشه اهم من اللاهوت اللي بندرسه. صح. والله ساعة اللي منوصله من اختبارنا غير اللي منوصله باللي درسناه، بيلمس القلوب. طبعا الدرس بيبقى درس عقلي، كلمه سمعتها، لكن لما بتنزليه على الاختبار للكلمه وتشوفي شو عم تعمل، انت بتفرحي على فرح الاخر، بتفرحي على انسان عم يولد بين ايديك. بتقلي هلا بلشت حياتي، هلا بلش عمري، قبل كنت عايش مثل زربين وبمغاره ومعتمين عليه. كلهم هاو اختبارات بتنم الضايق، مثل ما قلت ببدايه كلمتك، هالقلب متعطش الى خبز، ليس الخبز اللي عم ناكله انما الخبز ياتي من الكلمه. مش هيك قال يسوع لما قال له الشيطان مر هذه الحجاره ان تصير خبزا، قال له ليس بالخبز يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. سعاده الانسان مش انه يكون عنده صحه وبطنه مليان، سعاده الانسان انه يملك كلمه الله ويثبت عليها، هي اللي بتعطيه ضوء على كل مصيره وبتشله كل قلق وخوف من داخله. بير مروان كمان هون بنرجع نقول لبروما 2، انت بلا عذر ايها الانسان، كمان بكفي بيوحنا 15، لو لم اتي واكلمهم لما كانت لهم خطيئه، ولكن لا عذر لهم الان في خطيئتهم. يعني لو قلناها الحلقه الماضيه كمان مش غلط نكرر انه ما بقى عنا عذر. بعدين بير قد ايه مهم نحن اليوم نفهم انه الرب كل عملية الفدا اللي قام فيها تتكون إلنا الحياة، لبل مش بس الحياة، بقول لك الحياة الفضلة الأفضل، يعني قديه بده إيانا نعيش بحياة رائعة. وقال ليش إجا؟ ما عم بفهم. إذا ما لأنه كونه إله الحياة. في أسألك سؤال؟ تفضل. شو بتتمني لأولادك؟ شو بتتمديلهم هيك؟ ترز أم تتمنى لأولادها؟ يعيشوا الحياة اللي بتفرحهم.
مش بتتمني لهم يكونوا اسعد ناس بالدنيا؟ عم تقوليها بتردد. لا لا عم فكر كيف بدي جاوبك معه واضح. انا حاول. ما بتتمني لهم انه يكونوا بصحه تامه، ما حدا يصيبه اي مرض؟ ما بتتمني لهم انه يكونوا صح بمكان كثير مرموق وبشغل ماشي الافضل على طول؟ الافضل احسن ناس، ملوك بدك اياهم. هيك الام، هذا الله بده ايانا نصير ملوك. بس المصيبه انه لما بيعرض لنا كيف طريق الملوكيه والخلود، هون عم اقول كلمه الله بدل نروح القدس لنقدر نفهمها، ننقز. انه معقول هاي الطريق بتوصل للخلود؟ انه معقول هاي الكلمه اذا مشيت فيها بنال المجد؟ هون التضارب بين كيف انا بتطلع بالحياه وكيف الله بيتطلع فيها. وهون اهميه اني سلم لكلام الله لو كان قاسي اوقات وصعب. بيقول احملوا نيري عليكم، اوقات كلمه الله بتبقى نير علينا، لكنه خفيف، فان نيري طيب وحملي خفيف. اذا هو تعلموا مني اني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لقلوبكم. فاذا لو كانت كلمه الله بالنسبه بس اسمعها بحسها مثل النير، كان بدها تايدني او كان بدها تسوقني على مطرح ما حابب روح لهونيك، انا مبسوط باللي فيه. لكن اذا رضيت حط النير على رقبتي وامشي فيه والتزم بكلام الله، هذا النير ان اثبت، ساعتها ساجد راحه لقلبي. برمروان معك تعلمنا فعلا، علمتني الي وللمشاهدين كيف نتذوق الرب، وبذات الوقت دايما نشبه علاقتنا بالله مثل علاقتنا مع اهلنا. صح، انه دايما بقول لهم انا اذا قد ايه انا بحبكم كونوا اكيد الله بحبكم اضعاف اضعاف اضعاف. فعلمهم الاتكال انه هناك حدا بحبهم. هالأمومة اللي عندك، قوه الحب اليوم اللي بيتجسد بالامومه، اقوى حب موجود على الكره الارضيه حب الام. مشان هيك لما بنقول الدنيا ام، هذه كلمه كثير مزبوطه، وهيك بنقول امومه الله كمان. لان مستعد الام، انت بتعرفي من امك وبتعرفي من حالك كام، وانا بعرف مستعده تفدي حياتها، مستعده ما في ام على وجه الارض الا المريضه، الا مستعده تقتل حالها بس اولادها يكونوا منيح. يعني اذا هالحب اللي انت الخاطيه، هالأمومة الله خلقها، فكم بالأحرى أمومته؟ هذا اللي بقوله. صح أنا صح. هالأبوة اللي كمان اللي بتبقى فيها ملء العطف والكاملة، فكم بالأحرى أبوة الله؟ لأن كل شيء هو من الله. أنت كأم هالطاقة اللي فيك اللي فيها بتحبي أولادك هي من الله. نعم. فكم بالأحرى حبه وأمومته؟ ما نحن على صورته ومثاله. حبك لأولادك أنت صورة عن حب الله لمخلوقاته. عشان هيك نحن بنقول الله ام والله بي والله خي وصديق. نعم. والله حلو، الله طيب، وحتى كل عطيه صالحه هي من الله. من الله. رح نتوقف مع بريك. عودة لكم مشاهدينا. بير مروان، نرجع لفكرة انه الكلمة هي للتأديب والتعليم والتهذيب. اليوم وقتا نحكي تأديب الرب، شو بيكون عم نقصد فيها؟ تعال ننطلق مثل ما عم ننطلق من البيوت. انت ساعة اللي بدك تأدبي ابنك، شو يعني تأدبي؟ توصلي الى حياة، يعني التأديب هو تجليس مسار. او فرض أساس. التأديب هو إعطاء أساس في سبيل أنه، لأنه التأديب أي متى بيجي التأديب؟ لما عصيان، وقت يكون في عصيان. مش عصيان، لما بتتكرر. يعني بالأول لما واحد بغلط تحكي، تاني مرة بتعيطي، ثالث مرة خلص منفوت على التأديب، تاخدي قصاص، تعملي قصاص. بس دايما شو الهدف منه؟ تجليس الشخص، إعادته إلى المسار الصحيح. التأديب الأهل تأديب لأولادهم من أجل أنه الأولاد يطلعوا بحياة سليمة، بحياة برة مقدسة. فإذا الله يؤدبنا بكلماته، يؤدبنا بالتجارب، يؤدبنا بافتئاده بأمراض،
يؤدبنا بصعوبات بصلبين، هذا تأديب الرب لإلنا. لكن دائما التأديب من أجل قداستنا، نعم، ومن أجل حسنا على الخروج من الخطية يلي نحن متهاونين أو متراخين ما بدنا ناخد قرارات صارمة بحقها. عشان هيك بنرجع لرسالة مار بولس لتيموتاوس بيقول له لكي يجعل إنسان الله مؤهلا تأهيلا كاملا ومجهزا لكل عمل صالح. مظبوط. مشان هيك التأديب هو نعم. القصاص أو المحنة اللي بيسمح فيها الله. مشان هيك بتتذكري مرة كنا عم نحكي عن التجربة، قلنا إلها وجه فدائي وإلها وجه تأديبي. فإذا الله يؤدب بكلماته وبالمحنة من أجل تجليس مسار الإنسان، أو حسه خلص ممنوع الغنش بقى، حج بقى تغنش حالك وما بدك تعمل نتفة إفورت تطلع من الخطية. طيب. أوكي؟ هذا التأديب إذا بدي. رح فوت تدريجيا بالنص اللي كنا عم نحكي ونرجع تنشوف كيف بيأدب بالكلمة. وقت قال أن إنك منذ حداثة سنك تعرف الكتب المقدسة، يعني واضح إنه عارف المعرفة عنده ما ناقصة. يعني منذ حداثة سنك. مزبوط. يعني لكن على الأرض عم يعمل خلافا لما يعرفه. هون لا عم يحكي تيموتاوس عم بيقول له مار بولس إنه أنت اللي بتثبت على اللي أنت عرفت تعلمته، أنت عرفتهم من بداية حديثتك. نعم. يا قديم هم نزرع الكلمة بأطفالنا من هن وصغار. هيدي يعني واضح إنه هناك كان عم حدا عم يهتم إنه بتسقيفه دينيا من هو صغير لتيموتاوس. مرة أعطيت مثل أنا بالدير، بجنينة الدير كان في شجرة طالعة لوقة، كانت زرتورة يعني ميالة الهواء وطعج لها شلشة وطعجت. قمنا لقطناها بحبلي شخصين، شدينا فيها وربطناها بعمود تجلست وتركنا هالحبلي سنة سنتين، وبعدين أفلتنا الحبلي وطلعت الشجرة جلست. بس هلأ إلى الخبرية شي 15 سنة، هلأ روح عليها صارت هالتخن. لو كانت لوقة بهالتخن والسما زرقة ما في شي بيجلسها بقى. إنه بكير. بس لما جلسناها على بكير هي وصغيرة جلست معنا وطلعت، لأن كان في إمكانية نجلسها. غصنطري وبعدها رخصة بين إيدينا. هذا الطفل اللي قادرين نزرعه بالطفولة، وانتبهي بيقولوا الطفل هو أكبر جهاز لائط. وأسوأ مترجم. أسوأ مترجم بعدين إذا لقط إشي غلط بترجمهم. لكن مشان هيك إذا لقطناه على صغره بحياة فيها إيمان وبسماع كلام الله وبالتعليم على درب الكنيسة ودرب الصلاة، رح بعدين بس يكبر بس يسمعوا رح يكونوا هينين عنده. صح. وما رح كتير يشارع فيهم، رح يسلم خلاص لأن ربيوا معه. بينما ساعة اللي منتركه أعمى لحين ما يكبر، لما بتحكيه عن الله إجا حدا محله هو صغير وأخذ محل الله، صعب كتير تشحطي هالحدا تيرجع يركب الله محله خلص. نعم. يعني هذه رسالة موجهة للأهل لتفعيل دورهم بالنسبة لتعليم أولادهم الكتاب المقدس. مشان هيك في كتار من الأهل اليوم عم يبعثوا أولادهم على مدارس علمانية. مش ضد، مش عم بعمل دعاية للمدارس الرهبانية. ما هي العلمانية عم تاخد الإلحاد صار. لكن اليوم بالمدرسة الرهبانية نحن مننشئ الولد على محبة يسوع، على درب القديس، على معنى الاعتراف. لكن بالمدرسة العلمانية ممنوع يسمع أي شيء عن الله. هون إذا ما كانوا واعيين الأهل إنهم ياخذوا هالفراغ الموجود بهالمدرسة ويعبوه هن بالبيت أو من خلال عمل الرعية، الأولاد كتير رح يكونوا بخطر على كبر. المدارس العلمانية منا مدارس تنفتخر فيها إنه هن ما بيتعاطوا مع الدين. شو ما بيتعاطوا مع الدين؟ شو الدين قافة؟ شو الدين عيب؟ أو الله شيء منخجل فيه؟ أو بتباهى إني أنا إنسان أرستقراطي الله ما إله مطرح بحياتي؟ تتباهى بها القصص المدرسة العلمانية إنه إحنا ما خصنا بالدين، ما خصنا بالله، شهادة مفديس حرام يعني.
على الأكيد هودي اختبارهم صفر، افتكروا الله انه شيء لازم خلص، انه الحضارة شيء بيحررني من الله، مش لازم بقى اجيب سيرته. كأنه الله هني للفقراء للضعاف الأشخاص اللي مش طالع شيء من أمرهم. بدهم كتير ينتبهوا الأهل، هالولد اللي عم يتنشأ بهيك نوع من المدارس عنده فراغ كلي، إذا ما في هالفراغ ينسد من خلال عائلة مؤمنة بتعلم الإيمان، أو من خلال أم فعلا بتوعى لهالحقيقة وبتبعت ابنها على شطيط رعوية تنسد هالفراغ الموجود بهالمدرسة اللي بعتوه عليها، مشكلة. لأن ليك شو بيقول أبونا وقت قال له أنت من حداثة سنك تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تجعلك حكيما لبلوغ الخلاص عن طريق الإيمان في المسيح. يعني هون رجعنا في المسيح يسوع، رجعنا لفكرة الحكمة، إنه هيدا هو الحكيم، لأنه قال له تجعلك حكيما، عرفت يعني يعرف وين خلاصه. هون بنختلف فيها، إنه الحكمة تبع الله كتير الناس بحاجة إلى اليوم. اليوم لما نوقع قدام شغلة كتير صعبة مصيرية دغري بنركض، جيبوا لنا أبونا بشرفكم يفسر لنا شو صار. ليه؟ لأن بيعرفوا عايزين هون حكمة الله. حكمة الله بدنا شخص فعلا اختبرها تيخبرنا هالحدث كيف بينقرب، مش مثل ما بيقروا الناس. الناس الحدث المؤلم بيقروه الله يساعد، الله يصبر، يا تعتيره يا دله، هاو كلمات الناس. هذا العقل قدام المصيبة بيبكي بينوح بيتفجع بينهار بيعمل ديبريسيون بيعمل نقمة بيعمل رفض بيسكر بيعمل أزمة نفسية. هذه حكمة البشر. ومنبلش بالحكمة الثانية كمان، صير نعمل له جلسات كهرباء تنشل له أفكار من راسه، أو تحت نلغي له كله. هودي كمان علاجات. تبجي حكمة الله بتضوي لك على الحدث وبتفسر لك إنه ما في شيء بخوف، كله ممسوك، الله لاقط الأمور كلها بإيده، وما تعطى الهم اللي صار من ضمن المشوار لعند الله، لأن من ضمن هالمشوار في صليب، في موت، في ألم، في مرض، في حوادث بتصير. يعني الحب والله ما كانوا بمنأى عن هالأمور، فاتوا فيها وفاتوا فيها بعظمة. يعني الرسل فاتوا بالصليب لأقصي، فاتوا بالألم، فاتوا بالأمراض، وهودي كانوا مغرومين بيسوع. ساعة اللي بتضويلهم بهالحكمة بتفرجيهم الله حتى من خلال الألم عم يشتغل، الله حاضر، ما خسرت المعركة، ما خسرت اللي صار. هون ساعتها هالحكمة نحن بحاجة. بس وين بيبين إفلاسنا؟ وقت اللي منوصل على المصيبة ومنشوف كيف بدي جاوب، كيف بدي اتصرف. هون ساعتها بعرف قديشني فاضي من حكمة الله وقديشني بحاجة اتعبى منها. حتى بيقول بأمثال 1:7 أما الحمقى فيستهينون بالحكمة والتأديب. طبعا ما فرقاني معهم. الحمقى هن المتكبرين، المعتدين بذاتهم، انه نحن مستهزئين. اللي بيستهزئ هو الشخص اللي متكل على حاله، انا مش فارقه معي، انا ما عندي كل شيء يلي بقدر اجتازه، انه انت المعتر. هذا انسان فاضي، لانه النهار اللي بتدق فيه المصيبه رح اول واحد شو فيه عم بيصرخ ويقول لي كدلي وتعتيري. برمرون وقت يقول ان الكتاب بكل ما فيه قد اوحى به الله، ونحن قلنا بالمقدمه انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، ان بكل كلمه تخرج من فم الله، يعني كانه هيدا نفس الله. قلنا بالاول هو فكر الله، بس ليك شو حلو، الكتاب بكل ما فيه موحى من الله. نعم. معناتها كل كلمه بالكتاب المقدس القديم والجديد هي الله سهران عليها وسكبها بمطرحها مع النقطة والفاصلة تبعها، تحت تالي يعطي إجابة لكل تساؤلات الناس، وبذات الوقت تيوضح كل شخصية الله. هو بيقول كل ما كتب في الأسفار إنما كتب لتعليمنا. لتعليمنا، وبذات الوقت لتهذيبنا، لتوبيخنا. نعم. بس هودي. إنه وقت يقول فم الله، يعني إنه النفس تبعه روح. نعم. فكره، ما هي الكلمة منين بتبلش؟ بتبلش بفكرة، بعدين منجسدها بالنطق، بننطق فيها،
بس هي بتبلش فكرة من هون. هلا بيرجع هون بيذكر الفوائد تبع الكتاب قراءة الكلمة بالكتاب المقدس، بيقول 4 فوائد: مفيد للتعليم، التوبيخ، التقويم، وتهذيب الإنسان في البر. اليوم وقت نقول التعليم، إنه بيعلمنا شو خطته للحياة. هالدنيا أنت بتقري إنه فيها أسرار كتير، نعم، وفيها كتير علامات استفهام. مين بفكها؟ مين بيقدر يكشف الرموز اللي فيها؟ لما بتطلع فيها هالدنيا بتحسيها سر. سر مش معناتها شيء مخبى، شيء أكبر من عقلي يقدر يفهمه. المستار غير السكري، الدنيا مستار، شيء عظيم تحس العقل عاجز. يعني اليوم بس بلش العقل يفكك بالفيزي بالفيزياء وبالشيمي، وبس بلش يفكك بالمات راح، وبعده رايح عم يكتشف أسرار. لما بلش يفكك بالطب راح، وبعده عم يكتشف، وبعد بيقول اللي اكتشفه ما وصل بعد على 10% من الحقيقة تبع صحة الإنسان. اللي راح يفكك بأسرار الكون راح، وشو راح؟ أنجأ وصل على القمر. هاي يلي هو أقرب كوكب لإلنا. بس شو هو القمر بالنسبة للكون وتركيبته؟ مشان هيك الدنيا سر، من يفسر لي؟ وبذات الوقت من يعطيني الإجابة الصحيحة؟ هذا هو نحن لما نقول بحاجة للتعليم، بحاجة إن نتعلم. العلم الحقيقي هو أن أعرف، انتبهي، أن أعرف أسرار قلب الله، وأن أعرف حقيقة وجودي، هذا أعظم علم، وأن أعرف أبعاد الأحداث بحياتي. 3 أشياء بيخلي الإنسان يصير متعلم: أن أعرف ما في قلب الله أسراره. وبتعرفي أنت لمين بتخبري سرك؟ للكتير قريب منك. مشان هيك ما حدا بيقدر يعرف أسرار الله إلا من قرب كتير من قلب الله. مشان هيك كان الكتير يتعبدوا لقلب الله، كان يخبرهم، ينجيهم، شو في رغبات بقلبه. هيدي المناجات يلي عايشها هو سير فوستين، صار خبرها أشياء مش موجودة بالإنجيل. خبرها رغباته، خبرها عن رحمته، خبرها قدي الخطأ بيشفق قلبه عليهم، قدي قادر يخلصه من أشياء. خبرها كتير أمور بحياته، عملت كتاب هالقد منهم، كان ينجيها. أن أعرف أسرار الله هيدي أكبر علم بكتسبه. بذات الوقت أن أعرف حقيقة وجودي أنا، هيدا أحلى علم. شو معنات وجودي على الأرض؟ شو معنات كل الأحداث؟ شو معنات كل المشاريع اللي بعملها؟ شو معنات سر المشوار بالدنيا؟ شو معنات الموت؟ شو في بعد الموت؟ حقيقة الوجود إني ضوع عليها. مشان هيك الإنسان اللي بيبقى مضوع على حقيقة وجوده بتلاقي إنسان بتحس فيه سلام على وجهه، في صفاء، لأن عارف المشوار اللي رايح فيه وين رايح، ومنه عطلين هم شيء. كل الأحداث متنبيلة، لأنه ساعة اللي بتعرفي أسرار الله ما رح يخلي شيء بالدنيا يفاجئك، رح يخبرك كل شيء بده يصير، ورح يحضرك لإله، ورح يعطيك كامل القوة تجتزي حتى أكبر المخاطر. بذات الوقت أن أعرف أبعاد هذا العلم، أبعاد أحداث الحياة. ليه هالمرض إجا؟ ليه هالشخص مات؟ ليه هالزلزال ضرب؟ ليه الحرب نشبت؟ الأبعاد طبع أحداث الحياة، خاصة الأحداث المؤلمة، شو في بعد من وراها؟ أو ليه الله سمح إنها تصير؟ مشان هيك أنا بتصور بهالثلاث أشياء لما بتكتسبي المعرفة أو العلم أنت أكبر أنسكلوبيدي بالدنيا. كمان بقدم نعرف انه هناك مشيئة عامة للبشرية ومشيئة خاصة لكل حدا منا. مظبوط، في مشيئة الله خلق فيها الكون والبشرية، وفي لكل شخص له دور بهالكون خاص فيه، ما حدا بيقدر يقوم عنه
لا قبله ولا بعده. نعم. مشان هيك كل انسان نحن بنقول فريد وحيد، ما بيجي مثله ولا بيجي مثله، ما اجا ولا لا بيجي، وبذات الوقت فريد، ما حدا يعني اذا لغيتي له دوره ما في دور اخر رح يجي يحل محله، خلص بتحسي بهالمكان في فراغ. لك هالاصبعين بيشبهوا بعضهم، بس طيري واحد منهم مش انه التاني بيجي بيحل محله، هذا التاني له مطرحه، وهون مطرح اللي طار هذا رح تحسي بفراغ. كل عضو بالجسم له مطرحه وله دوره، وهيك الله خلق البشرية جسم ومركب هالأعضاء فيها، وكل مين له دوره، كل واحد ما بيقوم بدوره رح تحسي بالجسم في فجوة غابت لأنه هالشخص. نعم. نرجع للفايدة الثانية، التوبيخ. التوبيخ يعني بيوبخنا عشو على الخطية هون. التوبيخ إذا بدك إيه بيحكي عنا الرب الكتاب المقدس، هي يقظة الضمير، يعني نحن لأنه بالخطية عم نسيء لله، يعني هون بيوبخنا كونه هي إساءة لله، بيوحد الضمير. نعم. لأنه التوبيخ شغلته يوقظ الضمير يلي هو المنبه، بمطرح الضمير ممكن يموت. نعم. أو ينام أو نطفيه، هو ألارم موجود فينا. التوبيخ مثلا بتحسي عم تحكي مع شخص تلاقيه سادري، تنبري بوجهه، بتعيطي، ترفعي صوتك، ايه تنقز هيك انه شوفي شوفي، تعملي له يقظه، انه رد علي ركز معي. بس استعملتي هاليقظه عليتي نبرتك، هذا التوبيخ. او قسيتي بالكلمه، خلص بقى هلكتني، مش طايقه بقى، اشتعلت علي، لا ما بتستحقي انت. عم بمزح. لكن التوبيخ هو حتى نوعي هالانسان يلي صار مستسلم او صار طافي هالالارم عنده، ما بده بقى يشغله وصار مستسلم لخطاياه ولشروره للتجارب اللي عنده. هون بنرجع انه الكلمه هي اللي بتفتح الذهن حتى يعرف انه هي خطايا. دائما بالكلمه. نعم. بالكلمه بنكسب العلم، بالكلمه بنعمل التوبيخ، نستعمل الكلمة. بس هالكلمة كيف بنستعملها وبأي حدية بنستعملها؟ نعم. وبأي أسلوب؟ نعم. مش هناك أوقات بتضطر، قلت لك تعلي النبرة، بس مش تحت نجرح للآخر، إلا نحن أو في سبيل التعليم أو التأديب أو للتوبيخ من وعي الضمير. بس نقرأ الكلمة منلاحظ قدي ربنا إله نظام، يعني بيقول لك اول شيء مفيد للتعليم، علمنا، رجع وبخنا، بس ما تركنا انه تخبطوا بيأسكم، انه وبخنا على الخطيه، بس رجع اعطانا التقويم. يعني مزبوط، بعدين الكلمه تقويم. بس اذا بدك تشوفي التأديب والتوبيخ، لما فات يسوع على الهيكل وشاف البيعه والتجار الموجودين جوا، بيقول جدل صوتا، هي التأديب، الصوت وأخذ يعني الكرباج، وأخذ يقلب موائد الصيارفة والمال اللي عليها ويطرد الباعة من الهيكل. هذا التأديب، أخذ قرار وعمل ضربة. التوبيخ، وقف بوجهن وقال لهم بيتي بيت صلاة وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. هذا التوبيخ، يعني بيحمل الصوت الكرباج، بس مش لأجسادنا، لأرواحنا. برافو. في صوت بيحمله، رغم نحن حكيناها انها محنه، صليب، تجربه، معاناه، بتحسي افلاس معين. نعم. هذا هالصوت اللي بيحمله الرب دائما في سبيل التاديب. والتوبيخ عندما يؤنب بالكلمه. نعم. اوكي، قد يكون الصوت بمطرح كمان كلمه كثير قاسيه. طب خليني اقول لك وقول لميشيل المخرج كمان شو ورد بعبرانيين، لانه عجبته فكره الكرباج، تتشوف انه الجلد هي مزبوط كلمه بيستعملها الله بتاديبه. فهل بعبرانيين 12 الايه 5، فهل نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم به الله
بوصفكم أبناء له، إذ يقول: يا ابني لا تستخف بتأديب الرب، ولا تفقد العزيمة حين يوبخك على الخطأ، فإن الذي يحبه الرب يؤدبه، وهو يجلد كل من يتخذه له ابنا. إذن تحملوا تأديب الرب، فهو يعاملكم معاملة الأبناء، وأي ابن لا يؤدبه أبوه. كما بروح على يوحنا شو بيقول؟ طيب كمل لك اللي عم تقوليه. بيقول: أنتم الأغصان، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. كل غصن يثبت فيا يشحله، يشذبه أبي. لك هالكلمة يشذبه. كل غصن يثبت فيا يشذبه، يضرب المقص فيه ليأتي بثمار أكثر. فإذا لما بيقول اقبلوا تأديب الرب فإنه يهدف إلى بنيانكم. فإذا الغصن الذي يثبت في الرب إذا ضرب بالرب بمطرح مقصه وأدب وشحل وجرد، هذه دائما لنأتي بثمار أكثر ونكون أبناء. بس هون الرب يؤدب بالكلمة وليس بالضرب والعنف. مظبوط. كيف قلتي أنت الصوت قد يكون محني؟ نعم. مش أنه الله عم بيخبطني، الحياة بيتركها تتمرجل علي. هون تذكري السفينة اللي كانت حامل الرسل وترك الرب أنها تتعرض للموج، هاي المحنة. وهون ما تدخل، لاحظتي ببداية العاصفة الله ما تدخل، كان نايم. وين تدخل ونهي المعاناة؟ الزياء الرابع من بعد ما وصلت العاصفة إلى حد، يعني وصلوا على حد الغرق، بس كان الرب من خلال العاصفة عم بيعلم وعم بيأدب. لأن بس وقف ووعوه، شو قال لهم؟ هذا التوبيخ: يا قليلي الإيمان، أإلى الآن لم تؤمنوا بي؟ لم تعرفوني إني هو؟ يا قليلي الإيمان، وبخهم. فإذا الرب من خلال العاصفة أدب، ومن خلال الموقف اللي أعلنوا بقلب السفينة وبخ. وكله كان تعلم الرسل يتكلوا عليه وما يخافوا ويسلموا أمرهم بوقت الصعوبات. فالمروان بكفي بعبراني 12 بيقول له: تحملوا تأديب الرب فهو يعاملكم معاملة الأبناء، وأي ابن لا يؤدبه أبوه. فإن كنتم لا تتلقون التأديب الذي يشترك فيه أبناء الله جميعا، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء شرعيين له. يعني اليوم أنا كأم ما إلي رب أولاد الجيران، أنا علي رب أولادي. يعني اليوم الرب تربيته لإلنا، هذا تأكيد على بنوتنا. على أكيد، لأنه من له الحق أن يؤدب سوى الأهل؟ نعم. مش الجيران بيأدبوني، وبش الغريب بيجي بيوبخني، الغريب بيجي بيدمرني. نعم. الغريب آخر همه إذا كنت عم غلط. تشوفي في غريب عم بغلط تطلع فيك نظر صغيرة وتكفي، ما إلك معه، لا بدي أتعب معه. لكن إذا شخص بتحبيه لا، توقفي قدام مصيبته وبتجربي توبخي، بتجربي تأدبي، بتجربي تعلمي، بتجربي توعي تنوري، لأنه هالشخص بيعني لي. فإذا إذا كان الله يؤدبنا يوبخنا بمطرح ويعلمنا وينورنا لأنه يحبنا ولأن نحن عائلته وهو بينا ونحن أولاده. طيب حتى بير مروان اليوم أنه يمكن في كتار بيفهموا التأديب الإلهي بطريقة غلط، أنه الرب بيضرب، الرب بيعطي اللعنات، أنه هذا مش صحيح. مزبوط. لا، ما في بي ممكن تيرب ابنه يجيب له مرض مثلا أو يلعنه. طيب هلا يمكن يسألونا، طيب وهودي اللي عم ينصابوا بأمراض كيف بنقرأ الله سمح ولا الله سمح؟ نرجع منقول دايما بس نقطع بمعينات، خلينا ناخد الكنيسة ورجالة أو نساء مرشدين لنا بهالمرحلة يضولنا حكمة الله باللي عم نقطع فيه. ما نعيش بضعضعة وبململة أو نعيش بأفكار أنا ابنية عن حالي أو اسمعها من إنسان ما عنده اختبار الله. نعم. ساعتها هون بروح من ضياع ضياع أكبر. رجع خاص كل معينات عم نقطع فيها نقراها مع الكاهن، شو هي هاللي عم نقطع فيه؟ هو توبيخ؟ هو تأديب؟ هو تعليم؟ هو استنارة؟ هو فدا؟ أو هو تحضير لمعركة مع الشرير؟ ما بعرف، يعني بدنا نقعد مع الرب
ونستعلم منه أو نتعلم منه شو غايته من اللي عم نقطع فيه. يعني هون قبل ما نفوت على بريك، التقويم يعني بحط لنا الطريقة كيف لازم نعيش مثل ما بده. التقويم هو يعني كل هوليك عملون تيجلس، يعني التقويم إذا بدك هي الهدف. نعم. من كل شيء عمله. نعم. طيب رح نتوقف مع بريك. نعم. لحظات مشاهدينا ونرجع. وصلنا مشاهدينا لاخر فقراتنا ونحن بانتظار اتصالاتكم. بير مروان، من بعد هالفوائد اللي ذكرناها ان كان تعليم وتوبيخ وتقويم، بيجي اخيرا تهذيب الانسان في البر. يعني خلاصه كل هول انه الرب عم بيأهلنا ويجهزنا تنعيش حياه فيها بر. التهذيب يعني يصير مهذب. نعم. يعني يصير انسان انسان حس مع الآخر، بعرف حدودي، بضبط كلماتي، بزينة قبل ما أحكيها، وبذات الوقت بجرب قد ما فيي إنه ما يصدر مني شيء يجرح أو يزعج الآخر. نعم. هذا المهذب. المهذب هو الإنسان اللي بيبقى خفيف حضوره، بنقول خفيف الدم. في ناس بتلاقي حضورهم كتير تقيل، وبتلاقي فعلا يعني بس يفلوا بتحسي براحة. المهذب بالعكس ما بتحسي بوجوده، بتحسي إنسان خفيف الظل يعني، وبالعكس وجوده بتحسي كتير راحة لإلك. الله بده يوصلنا بعد كل اللي عمله أن نصير أشخاص مهذبين بهدف بالآخر تنكون مؤهلين بالكمال والتمام إذا بدنا نقول لكل عمل صالح، يعني هون لإتمام مشيئته. نعم. نعم. رح ناخذ اول اتصال. الو، سلام المسيح معكم. بقلبك تفضلي. يعطيكم الف عافيه. تفضلي. خلينا اياكم على البرنامج الحلو. الله يخليك ابونا. مساء الخير. مساء النور ابونا. الحلقه تنطلق اليوم عندنا مشان انه محبه والتاديب والتوبيخ واكسترا، مش هيك؟ نعم. كان في برنامج، مش هطول بالحديث، برنامج عن الالي سي، وفي وحده مسؤوله بتحكي، عم تحكي عن الطلاق، وبس يصير الطلاق شو بيصير بالولاد وكذا وكذا. يا ابونا، نحن في بارميا محبه ابديه احببتك، يعني الرب قديش بحبنا، وبرضه نحن بنزعله وبيضل يسامحنا وبيضل يحبنا. طب هالمرة هالرجال انه ليش بيوصلوا لحد الطلاق وهالولاد شو بيصير فيهم؟ نعم. ليش ما بيرموا هالاشياء لربنا يسوع المسيح ويصلوا ويدخلوا الرب بحياتهم؟ اذا حبون صفر فاصلة، اذا في محبة صفر فاصلة بيناتهم، صفر فاصلة. انا بحب جوزي وجوزي بحبني، يعني انا ما بدي زعل جوزي، ما بدي زعل جوزي يزعلني بهالطريقه بيشتغلوا. واذا صار في مشاكل يرموا هالمشاكل لربنا يسوع، هو بيتدخل بحياتهم. حرام هالولاد كيف عم يتعذبوا، عم يوصلوا كثير، لا بيعملوا اشياء والولاد معترين. نعم. يا ابونا ويعطيكم الف عافيه. شكرا لمداخلتك. بتحب تعلي ابونا؟ كثير مزبوط اللي عم تقوله. نعم. يعني بس هيدي انسانه اللي عم تحكي انسانه كثير عميقه. نعم. وربنا شاغل بقلبها، قدرت تفهم انه الحب التزام مش بيهرب عند الصعوبه. نعم. لكن قديشن كميه الاشخاص اللي عندهم نضج بالحب مثل هالمدام اللي عم تتصل. نعم. فينا. مشان هيك اللي عم بيروحوا دغري على الطلاق والحب هالقد عم بيكون رخيص معهم، لان هالقد مستواهم الروحي، هالقد نضجهم كان مع الرب، عند الصعوبه انفضحوا بهالهشاش اللي كانوا يؤمنوا فيها، وبتلاقي أجمل ما بنيوت هبطوا. نعم. ودمروا الأولاد بالبيت. كتير معك حق، أنا بعطيك حق 1000%. لكن هيدي اللي وصلتي له حضرتك في مسيرة مشيتيها. في ناس راحوا على الحب بدون ما يمشوا هالمسيرة، وشافوا الحب أوف شي كتير كبير، ما قدروا طبقوه. نعم. وفوتهم بالحيط. نشكر مداخلتك. كمان ناخذ اتصال. الو. الو. بونسوار. مساء الخير. مساء النور. سلام المسيح معكم. بقلبك. في عندي سؤالين اذا سمحتي. تفضل. السؤال الاول، من وصايا الله من نظر الى امراه
زنا يا بينقلب هو كمان والمرأة كمان إذا نزلت الزلمة زنيت كده. السؤال الأول طبعا الرابع عم يحكي على الإنسان مرأة ورجل مش من الخطية بتنطبع على الشيل أو ما بتنطبع على المرأة. الإنسان إنسان بفئتيه أنثى وذكر ما عم يستثني الرب. نعم. سؤال تاني يهوذا الأسخريوطي نعم وقت ندم ورد الفضيات ما ربنا ما سامحه؟ حكينا قلنا نحن الخطوة اللي عملها يهوذا بآخر أيامه ما عملها عن ندامة، لو عملها عن ندامة كان سامحه، لكن بدك تفهم اللاهوت تبع هالتصرف. يهوذا لما كان على العشاء السري بيقول النص عنه دخل فيه شيطان فقام ليسلم الرب. الشيطان كان عنده هم بالأول أن يقتل يسوع لأن ما كان بعد اكتشف ألوهيته، لكن على جبل صهيون كشف الرب ألوهيته للشيطان. لما سألهم من تطلبون قالوا له نطلب يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. هون الرب كشف عن سر ألوهيته وعرفته جهنم. مشان هيك الشياطين اللي كانت مستسلمة أو ساكنة هالأشخاص اللي يلقطوا يسوع على رأسهم يهوذا ارتجفوا قدام الكلمة ورجعوا لورا ووقعوا بالأرض. صار الشيطان بس عرف إنه الله يسوع هو الله الذي جاء ليفدي خطايا البشر ليدفع ثمنها، عرف إنه هيدا الشخص الوحيد يلي معه ثمن الخطية، وإذا دفعها الإنسان بيرجع بيصير عنده إمكانية الخلاص والعودة إلى السماء. جرب يوقف عمل يسوع، مشان هيك الشيطان الفات بيهوذا تيقتل يسوع صار هو ذاته من بعد ما اكتشف ألوهية يسوع راح يلعب مع بواسطة يهوذا مع اليهود لا تقتلوه لقد سلمت دم بريء. هذا كلام في خبث، مش لأنه يؤمن ببراءة يسوع، لأن خاف إنه الله أن يموت لتدفع خطايا البشر. نعم. مشان هيك راح مدفوع من إبليس، مش راح مدفوع بندامة وتوبة وحب لله. لو كان هودي كان موجودي على الأكيد كان رب غفر له. نشكر اتصالك. كمان اتصال. ألو ألو موسوار. موسوار تفضلي. بدي أشكر أول شيء لأبونا على الحلقة الحلوة اللي جاوبت على أسئلة كتير أنا كنت عم بطرحها على حالي هالفترة، عن التأنيب، عن السلام الواحد بلاقيه مع الله. نعم. بدي أسأل أبونا قديش فينا نحن نجرب نلاقي السلام الداخلي بحياتنا ونحن نعرف ليه موجودين بحياتنا وكيف فينا نعرف هالشي؟ وتاني سؤال أنه كيف هي الأم تتحقق أمنيتها أنه كل عائلتها تطلع على الجنة، يعني أولادها وجوزها وعائلتها وكل مين بتحبهم؟ طبي هالنعمة من يسوع والرب ما رح يرفض لك إياها، رح يحققها. صلي للأشخاص اللي بتشوفيهم بخطر بخلاصهم، احمليهم كل يوم بقداسك وطلبي. أنا كل يوم بقداسي بقول له ليسوع كل الأشخاص اللي سلمتني إياهم والخليتني قلت أفيهم، إن كان بأسرار باعتراف قداس زواج عمادي، كل الأشخاص اللي أرشدتهم بحياتي أو اللي بنيت صداقات معهم أو الأشخاص اللي غلطوا معي وغلطت معهم، أرجوك ما بدي حدا منهم يهلك. بطلبها من الرب والرب أمين، كل شيء بنطلبه باسم يسوع سيستجيب، لن يرفض أي طلب خاصة طلب هالقد غالي على قلبه. بأطلبها النعمة منه. أما أول سؤال السلام الداخلي كيف بعرف أنه موجود بداخلي؟ هذا إحساس شعور، بتحسي قدام المصائب الكبيرة ما في شيء بهزك من جوا، السلامك ما بتفقديه، هذا هو السلام اللي بيجي من الله. بينما السلام اللي بيجي من الناس ومن هالأرض ومن الملذات أول مصيبة بتقطع فيها بتلاقيه فل وملك محله الرعب والخوف والمصايب. مشان هيك السلام اللي بيثبت وقت التجارب هذا سلام من الله. نعم. نشكر اتصالك. كمان اتصال. ألو ألو بونسوار. بونسوار تفضلي. عندي أربع أسئلة لطير مروان. يلا. أول سؤال هو أنه بعلمونا دايما أنه بالأبدية الروح بتكون بحالة، يا حالة قرب من الله يا حالة بعد عنه. وأنه عند الموت نحصل على أجساد نورانية، بس المسيح عند القيامة قال قام بجسد المادة الأرضي. يعني إذا يسوع عنده جسد مادة بالملكوت يعني الملكوت ممكن يكون محل مادة ومش بس حالة. وإذا يسوع قام بجسد النوراني يعني شو صار بجسد المادة؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال. لحظة خلي جاوبي. خلينا على أول سؤال هلا برجع نرجع فوتي.
يسوع قام بجسده الممجد، يعني حوله، ما عاد جسد مادي، صار جسد مروحا. اوكي منه جسد مادي. وتتعرفي انه مروحا لما كانوا قاعدين بالعلية دخل في وسطهم بدون ما يفتح باب، ما خضع للمادي، ما وقف بوجهه حائط او باب اضطر يفتحوا له تيفوت، خرق المادي وفات. ولما شافوه الرسل تتعرفي مش ذاته الجسد، جسد تحول تروحا. لما شافوه الرسل ما عرفوه، شفته المجدلية على القبر ما عرفته. اللي خليهم يعرفوا يسوع، الله تدخل بنعمته وفتح ذهنهم وعينيهم تقدروا عرفوه. رافق تلميذ عماوس ما عرفوه، معناتها مش ذات الجسد. لو كان ذات الجسد كانوا لما ظهر له لتلميذ عماوس عرفوه، كان غريب ورفقهم. هذا الجسد بيتروحن، المادة بتاخد طابع روحاني هيولي، وما بتعود خاض على المادة، وما بتعود خاض على عناصر الأرض، المرض، الحر، البرودة، السخونة، والخطية والتجارب، خلص ما بعود خاض على إنه، بصير جسد ممجد لأبد الآبدين. لا. سليم، ما بقى يختير، ما بقى يبلى أو يفسد أو يدوّد. شو سؤالك الثاني وبسرعة شوي مدام؟ ليش طب برؤى القديسين مثل القديسة فيرونيكا منشوف إنه جهنم حسب وصفة كأنه محل مادة فيه أدوات تعذيب وجنازير وأفاعي؟ ليش هيك بتوصفه؟ ليه هو منه حالة؟ يعني مازال كله أجساد نورانية، ليه منه هي بس حالة للروح؟ ليه في هالأدوات التعذيب؟ أوكي، هيدي حالة والتعذيب. اليوم اسمعي، ساعات بدي أحكيك عن العالم الثاني، بدي أوصف وصف يقدر العقل يفهمه، بس مشان هيك هالحالة هي مجسدة بأشكال من العذاب. بس طبعا مش حيات بالمعنى اللي من الحي اللي بنشوفه هون، بس الحي قد ما مسمي شبه لإله هالعذاب أو العقصات اللي كانت عم تلدغ فيهم الأرواح اللي كفرت بالله. إداي سمي الحي مدمر للإنسان شبه لإله هونيك، يعني هودي كلها صور تشبيهية أعطيت حتى لنفهم، بس على الأكيد منا صور مادية. لأنه النار اللي بينحكى عنها هونيك غير النار المادية اللي بتحرق هون، نار بتحرق من الداخل، يعني لهيب داخلي ما بينطفي. وبذات الوقت صور العذاب يلي منشوفهم هيدي بس تقدر يفهمها العقل البشري على الأكيد، بس منا بطبع المادي يلي منشوفه على الأرض. بس وصل لهونيك بنفهم الحقيقة، ما بنقدر نفهم أكثر من هيك، وعقلنا بحاجة لصور تيفهم. نشكر اتصالك. كمان ناخد اتصال. ألو ألو، بونسوار، تفضلي. بونسوار، سلام المسيح بقلبي، تفضلي. حبيبتي بدي أحكي مع أبونا أكيد. مروان ممكن؟ وبدنا نعجل إذا بتريدي. أوكي، بس عندي سؤالين شوي. تفضلي. أنا بدي أسأل، بالكونوا خاطبين ما بيروحوا يعملوا رياضة قدام الخوري وبيسألون أسئلة تحضيرية؟ طيب هودي شو بيكونوا رايحين يحكوا؟ شو رايحين يعملوا؟ لانه في مثل لبناني بيقول نحن عنا شوف الام ولم. نحن قبل جوزنا لا كان في محاضرات ولا كان في اسئله، وربينا عيال ولا طلقنا ولا شيء، وبين كل مره ورجال بيصير كان في قناعه يا مدام قبل، كان في قناعه. طيب هلا شو تعمل؟ بس تمسك له ايده وبيمسك لايده هيك يعني؟ السؤال الثاني مدام. السؤال الثاني، هلا جوزي عم يحضركم عم بيقول لي اسالي لابونا مروان. ربنا خلقه للشيطان، طيب ما في قيمه لهالشيطان حيجي ينتشر ويعمل هالاشياء كلها؟ يا ابونا وما في كثير لكم. راح يجاوبه لجوزك ابونا، تفضل. مظلوم. اول شيء على زواج قصه الخطاب، مش معناتها انا لا ما ماني مع الفكره انه قبل كان في براءه وتسليم وهلا ما بقى في، بعد في. قبل كمان كان في ناس يطلقوا وما كانوا يحبوا، وكان في ناس عندهم براءه ويسلموا الله، واليوم زاد الشيء في ناس هيك وفي ناس هيك. على الاكيد هلا الخطاب واللي بدهم يتحضروا للزواج لازم يعدوا لنوعيه الحب اللي الله طالبها نعيشها بالزواج. واذا ما تحضروا له رح نشوف مآسي وكوارث. لكن بدك تشوفي هالكوبليت، بتشوفي بوقت زواجهم عم يهتموا بقت الورد وكارت العرس شو نوعه ومين بدنا ندعي وهي الكرسي مين بيقعد عليها. نعم. واخر همي الزواج وشو ناطرني فيه. مشان هيك بدنا نشوف شو الاولويات الموجود عند الخطاب. اذا فعلا اولوياتهم الله وشو بده عم يدعيني تفوت على العائله، هذا شخص لوحده رح يركض عند ابونا ويقول له ابونا فسر لي شو معنيت انا بكره صير ام او بي، شو المسؤوليه المترتبه. نعم. علي. وهذا قلنا كله بيجي من وراء تربية الأهل.
أما الشغلة الثانية، الله في شيء يقضي على الشيطان يا عمي. فسرنا مصيبة الله شغلة واحدة، هي حريتنا. اليوم يا بيلغي لنا حريتنا وبفوت بيقضي على رقبته للشيطان وممنوع بقى حدا يتعاطى معه، أو قضي على الشيطان بس بعدنا أحرار، مش قادر يلغي لنا حريتنا، رجعنا تعاوننا مع إبليس وسحبناه وأعطيناه الغذاء الكافي بخطايانا ورجعنا نحن تعاوننا معه، نحن استسلمنا له. طب شو بيعمل الله؟ ما هو قدام موقف، يا بيلغي لك حريتك وبياخذ مبادر عنك، يا تركك بحريتك وعم تتعاوني مع عدوه. شو بيعمل؟ انت حلي لي اياها. تركنا بحريتنا ونتحمل مثل ما قلنا، كل انسان بيتحمل مصير قراره. بس بقول لك بير في ضغط اتصالات وبدنا نشهر شوي. اخر اتصال. لا مش اخر اتصال بير. الو؟ 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 بونسوار، تفضلي. بقدر احكي مع البير؟ اكيد بدنا نعجل بس اذا بتريدي. اعمل معروف. تفضلي. بونسوار. انا ام بدي احكيك غير موضوع هيدا اللي حضرتكم عم تحكوا فيه. تفضلي مدام. انا ابني بده بنت من غير دينه. نعم. اوكي. وابني انه كل امه بتعرف شو هني اولادها وشو مربي. ابني كثير مغير، كثير مغير. انا صليت له تسويه الرحمه الالهيه. نعم. وطلعت عني وقدمت له قداس، وكنت عند بنتي وصل ابني كان كثير منيح، بس حضرت القداس وقدمت القربان. نعم. ابني يومتها تغير كله سوا. ما عاد في يشوفني. يعني بيقول لي الكل يحكوا بس انت ما تحكي. نعم. بتحددي سؤالك مدام لان الوقت رح يخلص. ايوه انا طلعت لعندك بير على نهار الاثنين على الدير. نعم. بس كانت الساعة 5، قلت لي ما فيني اشوفك هلا، كنت كثير حضرتك مشغول. بقى بتمنى منك ابونا انه تصلي لي لابني لاني خايفه كثير. انا عم انا قلت له امبارح قد ما كنت مقهوره، قلت له انت الابن الضال. نعم. انا ابني عم بخسره. يعني ما تخافي ابونا، انا صلي صلي متأثرة. هيدي مراحل بيقطعوا فيها الاولاد، بعيشوا بحبوا هيك ياخذوا قرارات ما حدا يشاركهم فيها. انا عندي استقلاليه، انا رايي حر فيه ما حدا له معي. بس ما تخافي، كفي صلاتك واطلبي من الرب يحضنه لهالولد، وراح تشوفي هالاختبارات راح تربيه بمطرح المطار يعرف انا ما الي غنى عن امي، وراح يخليه الرب يوعى على كل كلمه قلتي له اياها وما عمل فيها. ما تخافي، كفي صلاتك. نعم. هلا راح ناخذ اخر اتصال ابونا اذا بتسمح. الو. الو. سلام المسيح بقلبك يا رب. بقلبك. تفضل. كيفك ابونا مروان؟ الحمد لله. الله يعطيك ويباركك ويحميك يا رب. الله يخليك. ما اجمل كلمتك يا رب يسوع. الكلمة الحلوة أبونا مروان رايحة والكلمة البشعة رايحة. الكلمة بتبني وبتعمر بلاد وبتفرح قلوب، وكلمة بتهدم بلاد وبتجرح قلوب، يمكن أكثر من ضربة السيف في بعض الأوقات. خلي الكلمة الحلوة تطلع من تمنا، من تمي وقلبي، كله نابع من القلب. شو بيفكر القلب؟ بينطق اللسان. ناس بيفتحوا أذنيهم للكلمة وقلوبهم وبيعملوا فيها، وناس بيسكروا أذنيهم وقلوبهم للأسف، وهن الخسرانين. المسيح رأس الكنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، لا شهود يهوى ولا غير شهود يهوى. الله يبارككم ويحميكم يا رب، ويحمي هالعالم كله يا رب. الله يخليك. نشكر مداخلتك ونكون هيدا آخر اتصال، وبعتذر من كل اللي حاولوا يتصلوا ما قدرنا ناخذ الاتصالات لأنه الوقت دايما بشارف على النهاية بسرعة، وكمان كان في عندي كم رسالة كمان ما راح لحق، بركي الأسبوع المقبل إذا الله راد. بير مروان يعطيك ألف عافية. الله يعافيك وإلك القوة. ميرسي عم نتعبك معنا وحطنا بصلاتك. سوا بنتعب. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى تقول الكلمة. هو يدعونا لنجعل من قلوبنا مسكنا للكلمة بكل ما فيها من غنى، من وصايا، من وعود وتحذيرات، وهذا ما يتطلب الانشغال بها، قراءتها بانتظام ودراستها بجدية حتى تسكن القلب. اقرأ الكتاب المقدس وادرسه بيقين أنك أمام كلمة الرب العظيمة صاحبة السلطان على ذهنك وقلبك، وحيث الروح القدس يهيمن عليك. وعندما تستمع إلى الكلمة استمع بيقين أنك تستقبل رسالة من الرب إليك، وعندما تتقاذفك ضغوط الحياة وتدفعك إلى ارتكاب الخطيئة أثبت في كلمة الله ولا تنجرف، بل ثبت مرساة حياتك فيها
وكما يقول الرب لك: يا ابني لا تنسى تعاليمي وليحفظ قلبك وصاياي، لأنها تمد من أيام عمرك وتزيدك سني حياة وسلام. مشاهدينا، دايما المجد للرب. بشكر متابعتكم، وإلى لقاء الخميس المقبل، فكونوا على الموعد. الله معكم.